تمريرة سيئة من جونسون لا ينتج عنها أي خطر مباشر، ولكن ها هو الخطر يلوح الآن ولامبارد يسجل. بعد أن فقد نوريتش الكرة جاء هدف خارق بمعيار التسديد، وهو الهدف 50 للامبارد في الدوري. لنرى الآن، لقد لعبوا الكرة للخلف عبر جونسون، ودوهيرتي لم يتعامل معها، ليأتي فرانك لامبارد ويودعها في المرمى.